السلام عليكم يا جماعة. مقطع اليوم لا قولها اليوم ارجع لكم مقطع جديد مو رجعنا لكم بمقطع جديد. مقطع اليوم راح نحاول نخلد اجمل 3 أهداف في الدوري الانجليزي هذا الموسم، مو هذا الموسم، الموسم اللي راح. اخترنا 3 أهداف 3 لاعبين مختلفين. الهدف الاول للاعب لا تحرق المقطع. الفكرة التحدي انه انا وسيف نحاول باقل محاولات ممكن نسجل الهدف في اسرع وقت. اعطونا لايك واشتراك وتابعونا على الانستغرام وتيك توك، هناك متفاعلين، تيك توك كل يوم مقطع، انستغرام نفس الشيء، ومتفاعلين على الستوري، وتقدرون هناك تسالونا مرات نجاوب على المتابعين يعني اذا اكو وقت، وهناك هم اكتبوا لنا افكار تقدرون تنورونا. ايه واكتبوا لنا اذا تعجبكم هيك انواع افكار كل شيء اكتبوا لنا. الهدف اللي راح نحاول نقلده هو هدف لاعب ليستر سيتي البلجيكي، صراحه اسمه صعب ما اعرف اقوله، بس هدف ضد ايفرتون خارج منطقه الجزاء على الطاير. الهدف طالع لكم على الشاشة وأنا سيف راح نحاول نقلده، يعني ماكو وقت محدد، ليه ما واحد يضبطها؟ يعني التحدي إنه نحن الاثنين نحاول نسجل الهدف من الأخير. يعني وقت مفتوح. يس. ليتس جو. يلا أنا راح بلش أول واحد. يلا. إيه؟ إيه؟ شو تعتبر جول؟ لا. والله زبطت. هو الحارس عرفان انه راح تروح هذيك الجهه. خلينا راح ننتقل على هدف ثاني. خلينا نقول هذا التحدي يعني مقبول، اكتبوا لنا بالتعليقات اذا تحسبوه. نروح على الهدف الثاني. هدف ثاني يلا. الهدف الثاني اللي راح نحاول نقلده هو هدف لاعب برايتون ضد مين؟ تشيلسي. اي صح ضد تشيلسي. شو اسمه؟ جوليو انسينسو. اسمه صعب بس هدفه حلو يعني. جوليان انسينسو. والهدف ليكو كمان هيطلع عندكم هلا، سددها من خارج منطقة الجزاء كمان صاروخية على يمين الحارس. ويلا حنحاول أنه سيف بأسرع وقت ممكن نجيب الهدف. يلا أسرع محاولات. سيف حط المايك هون. وين؟ يلا يلا سيف راح يبدأ أول واحد. سيف الصغير. يلا اثنيناتنا سيف. قوم. أوه لا مو نفسه. هي على بالتسعين. مو لازم امسك المايك او اشوط صح؟ مو احسن امسك لا 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 يلا يلا محاولة ثانية. بعيدة. هسه المحاولة الثالثة. ثالثة ثابتة شيء كبير. يلا لا مو نفسها. طبعا هاي المحاولة قريبة بس مو بالتسعين، يعني تعتبر شوي بالنص. بعد محاولة. ايه هاي المرة راح اجيبها. يلا لك اوعى. خلاص قلت لك راح اجيبها. سيف حبيبي دان وقفت بوش الكاميرا اللي بعده. التحدي الاول اخذ معنا محاولة واحدة والثاني تقريبا 5 محاولات تقريبا. ايه هسه على الهدف الثالث. طبعا هدف الثالث نفس اللاعب بالنسبه لا علاوي. طبعا هسه التحدي الثالث والاخير هدف ارنولد على منو؟ بورنموث. صراحه هدف صعب بس راح يطلع لكم على الشاشه. نحاول نسجله يعني باسرع وقت ممكن. شويه اني شويه سيف. جو حار ما نريد نطول. ايه سيف اول راح يبلش ويعني ان شاء الله نخلص قبل لان الجو حار. شاجين كاسه ليمون مع ثلج. ثلج يلا جبنا طاولة خشب حطيناها هون عشان ترتد الطابة. يلا جاهز؟ يلا لا يلا واطية. خلاص رونالدو. رونالدو اللي جواتي راح يطلع. رونالدو البرتغال. يلا طز. يا العب. بعد ما شيكنا على الفار اكتشفنا انه الهدف ما بيشبه الحقيقي فرح نرجع نعيده. تبع ارنولد كانت بالزاوية 90 واقوى من هيك. هنعيد يلا يلا. محاولة اولى. حلو. شو رايك؟ احتفالية احتياط الهدف. دان صراحة ما توقعت تجيبها قبل. صراحة ما. يعني اليوم كان
شوي سريع. توقعنا اصعب من هيك الصراحه. طبعا اكو اهداف احلى 100% يعني، بس ماكو ناس تساعدنا على مود يعني. مثلا عندكم هدف هالاند المقصيه واصعب، بس نحن اختارينا اللي نقدر نحن نصورهم، لان ماكو يعني شخص ما يساعدنا عشان يحرس او يعني ترفيعه وكذا. مضطرين. هاي اكثر اهداف يعني نقدر نقلدها. فلي هنا وصلنا نهايه المقطع، ان شاء الله يكون عجبكم. خلال هاي الفترة راح نحاول ننزل أسبوعيا مقطع، وراح نرجع يعني قوي على اليوتيوب. تحبوا نسوي فيديو أسئلة أو تحدي جديد، تحدي معين تحبوا تشوفوه عن تقليد أهداف، اكتبوا لنا أفكار يعني تحبون نسويها. وحبيبي والله، ولايك واشتراك متعوب على المحتوى والله، يعني جو حار، جو نار. هذا المقطع 1000 لايك، 50000 لايك. أوه أنا بدي 50000. سيف زعلان وعطوا له 50000 لايك. سيف زعلان وفرحوه. يلا يلا، لهنا وصلنا نهاية المقطع، نشوفكم المقطع الجاي.